ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن قانون اوم للدائرة المغلقة. احنا طبعا شرحنا قبل كده قانون اوم، قلنا طبعا ان ابسط دائرة بتتكون من مصدر جهد اللي هو البطارية، وموصل، وفي حمل اللي احنا كنا بنرسمها على اساس انها لمبة، وان الدائرة تبقى مغلقة. يعني هنا لو في مفتاح المفروض المفتاح يبقى مقفول او مغلق. طبعا احنا اتكلمنا عن المقاومة وتوصيل المقاومات. طبعا دي مش مقاومة كده بسيطة، بتبقى في الدوائر الأكبر، بتبقى عبارة عن مجموعة من المقاومات، سواء هي متوصلة توالي أو متوصلة توازي أو متوصلة توالي وتوازي زي ما احنا أخدنا. فقيمة المقاومة دي طبعا بتتغير من دايرة لدايرة، عشان كده ساعات بنعملها هنا على أساس في الدايرة دي إنها مقاومة متغيرة. طيب احنا قلنا بالنسبة للبطارية دي إن فرق جهد البطارية كنا بنسميه في، ولو عندي بطارية وعندي موصل وعندي حمل والدايرة مغلقة، بيمر عندي تيار كهربي اللي احنا بنسميه I، ودي طبعا R، أو اللي احنا كنا بنسميها ساعات اللي هي R داش اللي هي المقاومة المكافئة. قانون أوم البسيط كنا بنقول إن ال V اللي هو فرق الجهد بيساوي I في R. R طبعا المقاومة الكلية اللي موجودة في الدايرة، وفي حالتنا دي هي R بس. طبعا ده قانون أوم البسيط اللي احنا بنتكلم عنه. أمال إيه موضوع قانون أوم للدائرة المغلقة؟ في الموضوع ده هنبتدي نركز شوية على البطارية اللي موجودة. فنيجي مثلا نبص على حاجة وندخل جوه البطارية نفسها. البطارية دي لو جينا بصينا زي الشكل اللي موجود عندي، هي في الأصل عبارة عن إيه؟ عبارة عن حاجة بتولد قوة دافعة كهربية اللي بيسميها EMF أو بيسميها الـ VB. يبقى عندي القوة الدافعة الكهربية الموجودة جوه البطارية. طبعا البطارية دي عشان تنتقل من القطب، احنا ده بنقول ده الموجب وده السالب، وبتبتدي التيار بيتحرك كده، وهنا في إلكترونات بتبتدي تتحرك من جوه. طب نتيجة الحركة اللي من جوه دي يبقى أكيد عندي فيه مقاومة، والمقاومة دي مقاومة صغيرة بنرمز لها بالرمز R small. R small اللي هي المقاومة اللي موجودة جوه البطارية. يبقى كده جوه البطارية نفسها بقيت عندي قوة دافعة كهربية اللي هي ال VB، وبقي عندي مقاومة، يبقى كأنها بقيت دايرة تانية. في الحالة البسيطة الأولى كنا بنقول إن فرق الجهد على طرفين البطارية، يعني إحنا كنا بنحسب فرق الجهد هنا اللي بنقول عليه بيساوي ال V. طب من الرسمة دي والرسمة الأولى نبتدي نقرب الموضوع أكتر. آدي الرسمة الأولى اللي موجودة عندي اللي هي قلنا عبارة عن البطارية، اللي هو فرق الجهد على طرفين البطارية هنا اللي كنا بنسميه ال V، تمام كده؟ ودي لو قلنا عليها مقاومة متغيرة اللي هي R أو الـ R total، والدايرة مقفولة، لو فيها مفتاح هنا هيبقى مفتاح مقفول. بنفس الفكرة الدايرة دي أهو، دي مقاومة عبارة عن مقاومة هنا متغيرة هرمز لها بالرمز R، هنا لو في مفتاح برضه هيبقى مفتاح مقفول. آدي فرق الجهد على طرفين البطارية، أنا شلت البطارية دي وحطيت مكانها اللي هو الحاجات اللي ما بين المستطيل ده. يبقى فرق الجهد اللي هنا على طرفين السلك دول او النقطتين دول اللي هما موجودين هنا اهو هسميه في، زي ما كنا مسمينه هنا بالظبط. قلنا جواها دي بقيت حاجة اسمها قوة دافعة كهربية اللي هو في بي، اللي هو بقي فرق الجهد اللي هنا اللي عند البطارية اللي هنا مش عند النقطتين دول. وفي جوه البطارية نفسها مقاومة صغيرة اسمها ار سمول. طيب لو احنا جينا بقى نطبق قانون اوم للدايرة دي هنعمل ايه؟ هنقول ان قانون اوم، خلاص انا هنسى الفي النقطتين دول، وهبتدي الدايرة بتاعتي على اساس ان البطارية بتاعتي دي اسمها في بي، وعندي مقاومة ار سمول وعندي مقاومة ار كابيتال. طب المقاومة دي مع المقاومة دي متوصلين ايه؟ متوصلين توالي. يبقى طالما متوصلين توالي يبقى هعمل لهم ايه؟ يبقى المقاومة الكلية للدايرة دي هتبقى عبارة عن R كابيتال زائد R سمول. يبقى احنا لو جينا نقول ان ال V B هيساوي ال I الكلية اللي هي بتمر في الدايرة، اللي هو قلنا هيمر هنا تيار اسمه I،
مضروب في الار توتال اللي هي المقاومة الكلية للدايرة. طيب قلنا ان المقاومة الكلية في الدايرة دي عبارة عن مقاومتين متوصلين مع بعض توالي، اللي هي المقاومة ار سمول وار كابيتال، يبقى هنا ار كابيتال زائد ار سمول موجودة عندي. يبقى في الحالة دي لو انا حبيت اجيب التيار هنا في طرف، يبقى هقول ان الاي بتساوي الفي بي على ار كابيتال زائد ار سمول، ما فيهاش اي صعوبة، طبقنا نفس القوانين اللي احنا كنا بناخدها قبل كده. بس ظهرت عندي الصيغة دي، والصيغة دي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها قانون اوم للدائرة المغلقة. طيب يبقى احنا دلوقتي بقى لو جينا نكتبها بالعربي، هنقول عن شدة التيار الكهربي بيساوي القوة الدافعة الكهربية الكلية اللي هي الـ VB على المقاومة الكلية للدائرة. يبقى ما فيهوش أي صعوبة. يبقى تاني قانون أوم للدائرة المغلقة هو عبارة عن شدة التيار الكهربي اللي هو I بيساوي القوة الدافعة الكهربية الكلية اللي هي الـ VB على المقاومة الكلية للدايرة، اللي هي هتبقى عبارة عن R زائد R سمول اللي موجودة جوه البطارية. طيب لو جينا نعرف ايه هي القوة الدافعة الكهربية اللي احنا سميناها الـ VB، طبعا الـ VB دي زي فرق الجهد، هو شغل، يبقى هي تقدر بالشغل في فرق الجهد، كنا نقول هو الشغل المبذول لنقل، لا هنا تقدر بالشغل الكلي المبذول خارج وداخل العمود لنقل وحدة الشحنات الكهربية في الدائرة كلها. طيب ايه هي بقى العلاقة بين القوة الدافعة الكهربية اللي هي الـ VB وفرق الجهد بين قطبين؟ احنا لسه كنا شارحينها. ادي الرسمة بتاعتنا زي ما قلنا، ادي الدائرة موجودة، دي البطارية، قلنا نسميها على طرف البطارية اللي هو لو جبت هنا فولت ميتر عشان اقيس فرق الجهد لو بتوصل توازي، ده هسميه V فرق الجهد. والدايرة مقفولة، قلنا لو فيها مفتاح مقفول هنا هيمر تيار كهربي هنا اللي هو الاي، ودي المقاومة بتاعتنا او مقاومة متغيرة اللي هي R، او المقاومة المكافئة للمقاومات اللي موجودة في الدايرة دي. طيب قلنا جوه البطارية نفسها بقيت عندي حاجة اسمها VB القوة الدافعة الكهربية دي جوه البطارية، وعندي R سمول اللي موجودة جوه البطارية بنفس الطريقة اللي احنا شرحنا بيها في الأول. قلنا إن الـ VB اللي هو فرق الجهد ده اللي هي خلاص بقت كأن دي بس البطارية، والمقاومة دي بقت مقاومة مع المقاومة الكلية للدايرة، بتساوي قلنا الـ I تيار مضروب في المقاومة دي اللي هي الـ R كابيتال زائد I في R سمول. طيب ومن قانون أوم احنا كنا قايلين إن الـ V بتساوي الـ I مضروبة في الـ R، ده اللي احنا واخدينه من زمان، اللي هو الـ V اللي هو فرق الجهد عند النقطتين دول بيساوي التيار الكلي في المقاومة الكلية للدايرة، بس مش المقاومة دي لأن أنا بجيب فرق الجهد بين النقطتين دول، يعني كده الجزء ده مش معايا، فهو عبارة عن V بتساوي I في R. طب نعوض بقى بدي في المعادلة دي، يبقى بقيت عندي إن الـ V دي بتساوي الـ V زائد I في الـ R سمول. يبقى لو جبت الـ V في طرف الـ V بتساوي الـ VB ناقص I مضروبة في R سمول. يبقى دي العلاقة ما بين القوة الدافعة الكهربية لعمود أو لبطارية وفرق الجهد بين طرفين. وطبعا ادي القوة الدافعة الكهربية اكبر من فرق الجهد. طب اكبر ليه؟ عشان لازم تبقى في جهد اكتر عشان يتغلب على المقاومة الصغيرة الموجودة جوه البطارية، فبقي الفولت اللي هنا او القوة الدافعة الكهربية اللي هنا في جزء بيستهلك في المقاومة الصغيرة دي، عشان كده الـ VB اكبر من الـ V اللي موجود على طرفين البطارية. طب أكبر بمقدار إيه؟ بمقدار الـ I في R.
طب ممكن سؤال يجي ويقول لي امتى تبقى القوة الدافعة الكهربية بتساوي فرق الجهد بين قطبي العمود او البطارية؟ امتى الاتنين دول يتساووا؟ طبعا الاتنين دول يتساووا لما تبقى قيمة الجزء ده بصفر. طب امتى يبقى بصفر؟ لو مفيش مقاومة داخلية او قل المقاومة الداخلية للبطارية صفر، ودي طبعا عمليا مش مظبوطة. طيب امتى تحصل تاني؟ لو قيمة التيار ده صغيرة جدا او مش بيمر تيار كهربي. طيب امتى تبقى قيمة الاي صغيرة جدا؟ قيمة الاي تبقى صغيرة جدا لو قيمة مقاومة الدايرة كبيرة جدا. يعني لو كبرنا مقاومة الدايرة خالص هيمر تيار قليل، فالتيار القليل لما يتضرب في قيمة مقاومة صغيرة كأن الجزء ده مش موجود عندي أصلا. طب وإمتى الحالة التانية اللي هو يبقى التيار بزيرو أو مفيش تيار بمر؟ لو كانت الدايرة مفتوحة. طبعا لو الدايرة دي مفتوحة أو المفتاح ده مفتوح مش هيمر تيار أصلا، فهيبقى التيار بصفر خلاص مضروب في قيمة المقاومة الداخلية. هيبقى عندي وقتها قوة الدافعة الكهربية للعمود بتساوي فرق الجهد بين طرفين. نركز في الكام ملاحظة اللي موجودة دي عشان ممكن تيجي عليهم أسئلة. طيب نيجي بقى كده، ظهر عندي تعريف تاني للقوة الدافعة الكهربية. احنا كنا قلنا ان القوة الدافعة الكهربية تقدر بالشغل الكلي المبذول خارج وداخل العمود لنقل وحدة الشحنات الكهربية في الدايرة كلها. دلوقتي بقي برضو ايه بقى؟ بقي هو فرق الجهد بين قطبي العمود في حالة عدم مرور تيار كهربي في الدائرة. طب امتى ما يمرش تيار كهربي في الدائرة؟ لما يبقى المفتاح مفتوح او الدائرة مفتوحة مش مغلقة. يبقى في الحالة دي لما تبقى الدائرة مفتوحة هيبقى عندي ان ال V بتساوي ال V بي. يبقى لو جيت اعرف ال V بي اللي هي القوة الدافعة الكهربية هقول هي فرق الجهد اهو بين قطبي العمود، بس في انهي حالة؟ في حالة عدم مرور تيار كهربي في الدايرة. طب يجي يقول لي ما معنى قولنا ان القوة الدافعة الكهربية لعمود كهربي 3 فولت؟ قلنا لما يسألني سؤال زي كده يبقى انا كأني بعرف القوة الدافعة الكهربية. يبقى اجاوب واقول ايه؟ اقول معنى ذلك ان مقدار الشغل الكلي المبذول لنقل شحنة قدرها 1 كولوم خلال الدائرة الكهربية داخل وخارج المصدر بتساوي 3 ايه؟ طبعا قلنا ده مقدار الشغل، يبقى بيقاس بوحدة الجول. طيب نيجي المسألة بقى سهلة وبسيطة على الموضوع ما فيهاش اي صعوبة. نقول ايه؟ عمود كهربي قوته الدافعة الكهربية 2 فولت وصل في دائرة كهربية، فإذا كانت المقاومة الداخلية له 1/10 أوم والمقاومة الخارجية 3.9 أوم، احسب شدة التيار الكلي في الدائرة. نبتدي نكتب الحل وننزل كل المعطيات اللي موجودة عندنا. أول حاجة قال لي قوته الدافعة الكهربية دي اللي قلنا اسمها ايه؟ اسمها VB. يبقى ال VB بتساوي 2 فولت فإذا كانت المقاومة الداخلية له 1/10 أوم. قلنا المقاومة الداخلية اللي هي R سمول، يبقى R سمول بتساوي 1/10 أوم، والمقاومة الخارجية 3.9 أوم. المقاومة الخارجية قلنا اللي هي R كابيتال، يبقى R كابيتال بتساوي 3.9 أوم. عاوز ايه بقى يحسب؟ عاوز شدة التيار اللي هي I. عشان ما تلخبطش في مسألة زي كده الأحسن إن أنا أرسم الدايرة بتاعتي. آدي الدايرة بتاعتي فيها إيه الدايرة الكهربية؟ فيها مديني الـ VB اللي هو الجزء ده اللي هو أهو الـ VB، ماشي، مديهولي بـ2 فولت، ومديلي الـ R سمول اللي هو الـ R سمول اللي موجودة هنا اللي هي 1/10 أوم، ومديني الـ R كابيتال اللي موجودة هنا اللي هي 3.9، وعاوز يحسب شدة التيار. طبعا انا لو حافظ القانون على طول هيبقى عندي ان الاي بتساوي القوة الدافعة الكهربية اللي موجودة اللي هو الفي بي على المقاومة الكلية. مش ده القانون اللي احنا حفظناه وغيرنا صيغته كمان بالعربي؟ يبقى عبارة عن الفي بي على ار كابيتال
زائد R سمول، يبقى ده بتساوي ال VB عندي باتنين على ال R كابيتال اللي هي 3.9 زائد 1/10، اللي هي دي طبعا تديني 4، يبقى 2 على 4 يبقى ده بيساوي نص. ايه بقى وحدة قياس شدة التيار اللي هو الأمبير، يبقى ساوت نص أمبير. لو أنا جيت بقى نسيت القانون ده أو ما قدرتش أفتكره في الامتحان، أعمل إيه؟ أحل عادي خالص، أدي فرق جهد وعندي مقاومتين متوصلين مع بعض توالي، وأدي شدة التيار، يبقى أقدر أقول إيه؟ أقدر أقول إن الـ VB اللي هو فرق الجهد اللي موجود أو القوة الدافعة الكهربية بتساوي I في الـ R total، اللي هي بتساوي الـ I، قلنا الـ R total هنا هتبقى عبارة عن الـ R capital زائد الـ R small اللي موجودة عندي. يبقى من دي أقدر أقول إيه؟ أقدر أقول إن الـ I لو جبتها في طرف لوحدها أقول إن الـ I بتساوي الـ VB على R capital زائد R سمول. يبقى احنا رجعنا جبنا القانون اللي في الأول خالص. فطبعا لو افتكرته يبقى المسألة سهلة، ما افتكرتوش انت هتقدر تستنتجه لأن الموضوع سهل وبسيط.